بث تلفزيون البحرين برنامجا خاصا حول انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في قطر، حيث أكد السيد فيصل فولاذ أمين عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان خلال مداخلة مرئية في البرنامج، أكد أن قطر لم تنضم إلى أي اتفاقية تتعلق بالحرية والحقوق النقابية، وتواصل قمعها لأي تجمعات عمالية تطالب بأبسط الحقوق. منظمة الفيفا تعطي قطر يعني تنظيم بطولة وهي تدري أن التشريعات قاصرة في هذه الدولة. هذا العمال الموجودين اللي يعتبرون فوق يعني عددهم فوق المليون وشيء ومليونين، لا يوجد لهم تنظيم عمالي. حتى العمالة القطرية اللي هي قصيرة يعني بسيطة العدد لم تنضم قطر إلى أي اتفاق يخص الحريات والحقوق النقابية لمنظمة العمل الدولية ولا العربية. حتى حق المفاوضة الجماعية ممنوع. يعني حتى هذا العمال وقت اللي كانوا في فترة الكورونا موضوع الأجور وموضوع تأخر الأجور وموضوع تفشي الكورونا ووضعهم والضحايا كانوا يقمع، يعني أي تجمع لهذه العمال كان يقمع من قبل الشقب القطري ويعتقلون ويسفرون بدون أي تعويضات لهم.